اليوم طول عمرهم الشيوخ حطوا جائزة الأفضل إنتاج، إنتاج هذول اللي مواليد السنة اللي فاتت، فحط لهم شوط فنحن مشاركين فيه. عندنا إنتاج السنة هذه والإنتاج السنة الجاية بعد موجود، يعني لأنه قدم ولد الحين في النمو، فنحن من المنافسين، وإن شاء الله أنا نوعدكم إن شاء الله برقم واحد السنة والسنة الجاية. واللي حصل على المركز الأول العزبة معناتها حلالك وإنتاج الحلال، لأنك أنت بتختار الأب والأم وتنوخ وتطلع سلالات نادرة، فتركيبة الفحل مع الأنثى عشان تطلع سلالة نادرة. طول العنق مفرع رقبة، في هذه من الجماليات اللي في المطية، وسع النحار، جذب العين، لما يمر عليك شيء يجذب عينك، في شيء يجذبك، فهذا الجمال. حافظ على التراث في البداية، أهدافه كذلك طال عمرك خلق سوق تجاري بين ملاك الإبل، المحافظة على الإبل، المحافظة على السلالات الأصيلة، تعليم الجيل الناشئ ما كان عليه آباءهم من السابق، فهذه أهداف من أهداف مهرجان الظفرة. كذلك وضع طال عمرك المنطقة الغربية على خريطة السياحة بإقامة هذا المهرجان فيها. راشد من الأسماء الرنانة، يعني من الناس المنافسين أقوياء دائما في مهرجان الظاهرة وخارج المنطقة بعد. كل واحد فايز متنومس، هذا الناموس يعني رمز وشعور يعني لا يترجم باللغة، هو إحساس، والفائز اللي هو تعبان على إنتاج وعامل شيء يعني وحصل يعني درجة امتياز فيه بيكون شعوره كويس. حتى تكون عندك جودة ومادة واقتصاد، يعني هذا اقتصادنا قبل البترول، قبل البترول هذا اقتصادنا. اجى البترول، لا راح البترول ما بيتاثر الدوله، لان بيكون هذه هي السياره وهي اللي تشرب لبنها وتاكل لحمها، هو اقتصادك يعني. تحسبها وتحس بك وتفرح وتحزن، اذا حزنت تنزل دموعها، واذا فرحت تشوفها مبسوطه ومرتاحه. يعني اشياء كثيره يعني ما اقول لك اقدر حتى اوصل. تشوف الحلال هذا الحمد لله، هذا بناء على تضحيات وعلى مشتريات قديمه وانتاج، وتركب الذكر على الانثى وفصائل حتى توصل الجوده عاليه.